الو، لا تؤاخذني يا اخي ابو عدنان، يمكن ازعجتك. اهلين بالمختار جديد، خير اللهم اجعله خير. الحقيقه انا ما عم بقدر نام، ما عم بقدر نام بنوب. لا مو من انت، انا خايف من بكره. يا هذا شيء طبيعي اخي عدنان، شلون بده يجيك نوم والانتخابات بكره؟ الحقيقه انا مو خايف من الانتخابات، لا، بس يعني انا خايف من منافسي الاستاذ سعيد. ايش هو هالحكي اللي عم تحكيه اخي عدنان؟ حط ايديك ورجليك بمي بارده، اصلا نحن خصوصي رشحناه مشان ننجحك. لك ما عم تدخل بنافوخي الشغله؟ ايه يعني ما زال بدكم تنجحوني لحالي، ليش رشحتوا معي واحد تاني؟ طيب خلوني لحالي. لك يا اجدب، قصدي يا مختار، بسلامه عرفك لازم يكون في لك منافسين، وحميد ربك اللي منافسك الاستاذ سعيد والاستاذ زياد، إيه كان بلع البيضه والتاشيره، بتعرف حسب معلوماتك يعني هو استاذ مدرسه الحاره، وخود بقى اشوف مين بده ينتخبه. اها، ايه مزبوط حكيك. لك كيف راحت عن بالي هاي؟ اخ مالي عرفان كيف بدي ارد لك هالجميل، انت واخي ابو سعيد. ولو يا استاذ، اصلا احنا ما بنخدم الا الطيبين. يعني عدم المؤاخذه انا شايف انه لازم بق البحصه اللي بقلبي، يعني حضرتكم شايف انه انتوا انسب واقدر مني لمنصب هي المختره، بقى ليش ما يعني ليش ما رشحتوا حالكم حضرتكم؟ ها سؤال وجيه، ما لك غير تنتظر لبعد الانتخابات لتعرف هالشي. يا اخي عدنان، هلا عملنا يلي علينا، شو صفي؟ هلا ما بدنا منكم غير الرضا، الرضا اخي حسين، يعني نحن بالنسبه لنا الله يقدرنا على مكافحتكم باقرب فرصه مناسبه. نحن ما عملنا الا واجبنا، ليش كم استاذ عدنان عنا؟ ايه سيدي عن اذنك، هلا طلعوا جماعتي. لا لا شو عن اذنك، تتشكر لي اياهم فردا فردا. اهلا وسهلا استاذ عدنان، ترى مو حسيدي بس نيالك على هالشعبيه. لازم تعرف انه الدنيا ما بتخلى من الاكابر. صحيح على ذكر الاكابر، وينهم هدول الاثنين؟ ابو سعيد ابو عدنان. وانا وصلت لك من هون. بلغ راسه لا تبلش، امتى بدهم يشرفوا؟ انا وصلت لك من هون ما لقيت لك غير باص طوله مثل هون وراس الحاره، وانت ترنت منه شي 50 تقولي 100 شي نسوان شي رجال وكلياتهم تنتخبوا مين؟ عدنان. وحبيبكم مين؟ عدنان. مين المختار؟ عدنان. خلص بقى. ايه مين هدول جايبهم كلهم الحلال؟ اولاد الحلال كثير، اولاد الحلال، وانا بقلب الكوشه كلياتها. إيه؟ ما لقيت لك غير انت ترى اثنين، ابو سعيد ابو عدنان مباشره قدامي. قال بتأمرنا بشي خدمه مختار؟ لك الهي الهي وانت جاهي يا عدنان، كل خطوه الله بوجه لك ابن حلال امثال ابو عدنان وابو سعيد. ايه لك انا الشيء اللي ما عم يدخل بمخي انه شلون بين ليله وضحاها انقلبوا كلهم لمحبين. لك بدوني عن نفسه؟ الحمد لله، ما قلت لي، امتى النتائج؟ نتائج هيك طلعت قدامك ها؟ لا حبيبي مو هاي الرسمية المعلنة. الرسمية بكره الصبح ما بتلاقيهم غير، طلع مين؟ عدنان. مين نجاح؟ مين مختار؟ يلا أنا ما عاد أقدر، تعبت، رجلي ما عاد يحملوني. لك شو تعبتي وما تعبتي؟ لسه ما صار شيء، رح نصل بعدين. حبيبي الله يخليك، اطلع أنت شوف النتيجة وأنا بستناكم، إيه؟ لا لا بدك تطلعي معي أنت، يعني بدك تطلعي معي، بعدين هلا بعد هي الطلعة في نزلة، يلا روحي. هلا وقت الحزيرات، كم مره قلت لك من الطاطا؟ خلص حبيبي، هلا امتى الانتخابات الجايه؟ الانتخابات الجايه لسه بدها سنتين. طول بالك تحمل هالسنتين زمان. مقلب واكلناه، مقلب واكلناه، لك نفرت زيت لمخي. خلص حبيبي طول بالك، تروح حالك بشربة مي مشان الانتخابات. لك دي متزاول منك اصلا، انت وشك نحش جديد، امشي قدامي. اسحبها. امشي. ما عم صدق انا بحلم ولا بعلم؟ طول بالك حبيبي، اكيد في غلط بالنتائج. لك شلون في غلط؟ انا كنت واقف على الباب وكنت عم شوف الناس اللي عم يفوتوا ينتخبوني ويطلعوا. طيب مين اللي كان هدول الاثنين اللي عطوك صوته؟ الاثنين؟ ما في غير اثنين اولاد حلال، معقول يكون صوتي وصوتك؟ يا الله، وجارتنا وفاء وين راحت؟ لك شو بدنا بجارتنا وفاء؟ قومي هلا قومي، دي وش النحت. اه
حبيبي بسيطة بسيطة خلص طول بالك. هذا مو حسين؟ حسين؟ وهذا وسيم؟ بلا هذا وسيم عطول دول ملقوط هي. ها؟ أبو براس أفندي؟ أبو براس قاطشين له دنبه كمان. حبيبي هدول كلهم رفقاتك؟ يا عم هون كلهم رفقاتي؟ يمكن رفقاتي يمكن مو رفقاتي. ها؟ عدنان عدنان حبيبي طول بالك تروح حالك مشان انتخابات يعني بشربة مي خلاص. يمكن ما قلب واكلته انا. ليش حبيبي؟ شايف هدول تنكات الزيت اللي حاملينها؟ ايه كلهم عم يوزعوا على الاستاذ سعيد مشان ينتخبوه. عدنان